السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ ازيكم كلكم؟ اتمنى ان الناس كلها تكون بصحة وبسعادة. ان شاء الله النهاردة هنكمل chapter number 2 اللي هو الماثماتيكال اندكشن. احنا خدنا الجزء الاولاني المرة اللي فاتت في الاسبوع الثالث، والنهاردة احنا داخلين على الاسبوع الرابع وهنبدأ نتكلم على اخر جزء في الماثماتيكال اندكشن. تابعني من فضلك. طبعا ده الكفر بتاع الكتاب بتاعنا اللي احنا بنشتغل منه، وارجو ان الناس تهتم جدا بكل التفاصيل اللي موجودة عندك في الكورس، وتحاول دائما انها تذاكر من السورس المعتمد الخاص بالمادة، وتتجاهل ما تم عمله قبل ذلك، لان الكورس تم تعديله اكتر من مرة، والواحد بيبقى متخوف على الشباب ان هو يذاكر حاجة ممكن انها ما تبقاش up to date او يحصل فيها تغيير بعد ذلك، تبقى ما هياش متوافقة مع التحديثات اللي موجودة عندك. اتمنى ان حضراتكم تفهموني كويس. تابعني من فضلك. زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان شابتر 2 احنا النهاردة دي محاضرة رقم 2 فيه، واحنا هنكمل فكرة الماثماتيكال اندكشن. عايز اراجع معاك شوية على الافكار اللي احنا قلناها المحاضرة اللي فاتت، لان مهم جدا ان يبقى فيه continuation في طريقة التفكير وطريقة الستبس اللي احنا ماشيين بيها في الماثماتيكال اندكشن او الاثبات الرياضي. تابعني من فضلك. لاحظ الاتي، ان الستبس اللي احنا اتفقنا عليها في الماثماتيكال اندكشن يمكن تلخصها في الخطوات الاتية. رقم واحد، لابد ان انا الاحظ المطلوب اثباته بشكل دقيق جدا. رقم اتنين معايا، رقم اتنين بيتم التعويض بقيمة ان بتساوي واحد في الطرفين كل على حدة، والتأكد من صحة العلاقة من عدمها. الخطوة اللي بعد كده بنفترض صحة العلاقة عند ان بيساوي k زائد واحد، وبالتالي بستطيع استخدام العلاقة دي لإثبات المطلوب بتاعي. الخطوة اللي بعدها، ودي الخطوة الأساسية، يعني يعتبر الخطوات الأساسية اللي أنا ذكرتها لك حتى في الفيديو اللي أنا كتبته بإيدي معاكم، إن أنا عندي ثلاث خطوات أساسية. الخطوة الأولانية بجرب العلاقة عند ان بيساوي واحد، شوف الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد، اذا كان صح بكمل. الخطوة اللي بعديها بفترض صحة العلاقة عند ان بيساوي كي، وبالتالي استطيع استخدمها في المرحلة اللي بعديها اللي هي لما بشيل كل ان وبعوض بكي زائد واحد، وببدأ اثبت اعتمادا على صحة العلاقة رقم في الخطوة اللي قبليها ان العلاقة بتاعتي مظبوطة. اذا نجح ذلك يبقى اذا العلاقة هي مظبوطة for all values of n. يبقى عيد تاني، انا عندي ثلاث خطوات اساسية. رقم واحد بعوض عند ان بيساوي واحد، اشوف الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. رقم اتنين انا بفترض ان العلاقة مظبوطة عند ان بيساوي k. رقم 3 بشيل كل انه بحط كي زائد واحد، وبثبت من الخطوة السابقة ان العلاقة دي مظبوطة. لازم استخدم الخطوة رقم 3 في الخطوة رقم 4. لو انا بعتمد الثلاث خطوات الاساسية، يبقى الخطوة التانية لابد من التعويض بيها في الخطوة التالتة والاخيرة طبقا للفيديوهات اللي قبل كده. تابعني قوي من فضلك. المحاضرة دي المفترض انها تبقى سهلة قوي، بس محتاجة منك سن التركيز. يوجد ثلاث افكار اساسية في الاثبات الرياضي، هنناقشها مع بعض واحدة بواحدة. طبعا الفكرة الاولانية احنا خدناها المرة اللي فاتت، بس انا عايز ارجعها معك علشان برضو يبقى سهل عليا لما هاجي اخد الفكرة التانية والفكرة التالتة الاخيرة، تلاحظ ايه المشترك بينهم. الخطوات الاساسية تقريبا ثابتة. تعال بقى بص، انا عايز اثبت دلوقتي ان واحد على واحد على واحد في اتنين زائد واحد على اتنين في تلاتة زائد واحد على تلاتة في اربعة and so on till you reach ده الجنرال ترم، واحد على n في n زائد واحد بيساوي n على n زائد واحد. تاني، once more we want to prove that if we have one divided by 1 times 2 في الدنومينيتر plus 1 divided by 2 times 3 في الدنومينيتر and so on till we reach the nth term اللي هو 1 divided by n times n plus 1. If we collect all these terms we will end up having n divided by n plus 1.
طبعا الستيب نمبر واحد اللي احنا هنبدأ نشتغل، خلي بالكم قوي لو سمحتوا، ستيب رقم واحد عايز اثبت العلاقة دي. انا قلت لك لازم اكتب المطلوب يبقى قدام عينيا كويس. يبقى اذا هبدأ احط عند ان البيس كيس عند ان بيساوي واحد، زي ما اتفقنا سابقا عند ان بيساوي واحد. ده معناه يا اما امسك الجنرال تيرم اشيل كل ان فيه واحط واحد، وطبعا هيديني الفيرست تيرم، يا اما استخدم الفيرست تيرم على طول. الفيرست تيرم بالنسبه للليفت هاند سايد هو عباره عن واحد على واحد تايمز 2 اللي هو بيساوي هاف. طيب لو انا خدت الرايت هاند سايد، الرايت هاند سايد هيبقى 1 على 1 بلس 1 يعني بيساوي هاف، which leads to ان الليفت هاند سايد بيساوي الرايت هاند سايد. وفي الوضع ده ينفع اكمل للستيب اللي بعدها اللي هي هبدأ اشوف يا ترى عند ان بيساوي كي وهكذا. الستيب رقم 3 هبدأ اخش في الاندكتيف ستيب او المين اسامبشن، وهقول ان العلاقة بتاعتي مظبوطة عند ان بيساوي كي. الامر سهل قوي، انا كل ان هنا هشيلها زي ما احنا شفنا في المحاضرة السابقة واحط مكانها كي. يبقى ده واحد على كي في كي زائد واحد بيساوي كي على كي زائد واحد. انا فارض ان العلاقة دي correct، يبقى انا فرضت ان for some value of n اسمها كي العلاقة بتاعتي correct. الخطوة رقم 4 اللي هي انا عايز بقى اثبت فيها ان العلاقة بتاعتي دي هتبقى مظبوطة عند الترم كي زائد واحد، يعني عند الحد اللي بعد ده. لذلك كل اللي بيحصل اني بشيل، برجع للمسألة الأساسية، أشيل كل n وحط مكانها k زائد واحد، فتبقى دي k زائد واحد وهنا k زائد واحد زائد واحد اللي هو بk زائد اتنين، same way like k زائد واحد مقسوم على k زائد اتنين زي ما حضراتكم شايفين بالظبط. خلي بالك أنا هبدأ أخش على السلايد اللي بعد كده. طبعا انا بدأت على طول قلت prove that the left hand side will be the same as the right hand side. ده المطلوب مني ان انا اثبت الجزء ده. انا خدت العلاقة اللي قبليها اللي هي رقم 4 وقلت ان ده الترم بتاعي لغاية الكي زائد واحد ترم. الفكرة كلها طالما انا وصلت للكي زائد واحد ترم يبقى بالتأكيد عديت على الترم رقم كي، بمنطلق ان لو انا وصلت الى الحد العاشر يبقى عديت بالحد التاسع، لو وصلت للحد رقم 100 يبقى عديت بالحد رقم 99. الجيم هو هو بالظبط اللي احنا اثبتناه قبل كده او مشينا عليه نفس الستبس في المحاضرات اللي فاتت. يبقى انا الجزء اللي هو لغاية الكي ده اقدر اثبته او استخدمه من القيمة اللي قبل كده، وده اللي انا قايله. انا هرجع للستيب رقم 3 اشيل الفاليو دي كلها اللي هي 1 على 1 في 2، 1 على 2 في 3، 1 على 3 في 4 الى الترم رقم كي. كل ده هيتم استبداله اهو، انا مفكرك بيه اهو. انا عارف ان الجزء ده في الخطوة رقم 3 قايل انا انه بيساوي، انا موافق انه كي على كي زائد 1، فهستبدله. خلي بالك ان الخطوة دي هي المحور لكل الـ examples بتاعت الحالة الأولانية، إن بثبت إن left hand side بيساوي right hand side، أو مجموعة من الـ terms بيساوي value محددة. يبقى إذن بكل بساطة هروح أشيل الجزء ده كله وأحط مكانه k على k زائد واحد أهو. لما أعمل الـ replacement فاضل الاختصار. كل اللي مطلوب مني في الوضع ده اني اوحد بقى المقام واوجد common denominator واختصر شوية، هلاقيه بيساوي الرايت هاند سايد. انزل معايا، طبعا اقدر اوحد المقام هنا، انا رحت ضارب في كي زائد اتنين وفوق كي زائد اتنين، لو تقدر تعملها بسرعة انا ما عنديش مشكلة، بس انا بحاول امشي بالراحة قوي قوي قوي. فانا دلوقتي عايز اوحد المقام، عشان اوحد المقام هنا عايز اشوف كي زائد واحد مضروبة في كي زائد اتنين، فرحت ضارب كي زائد اتنين وفوق كي زائد اتنين. بعدين هبدأ أجيب الـ common denominator بتاعي اللي هو k زائد 1 في k زائد 2، يبقى فوق فيه k، خلاص بقى أصبحت k في k زائد 2 زائد 1 اللي هو لما باجي أكملها تبقى k square plus 2k plus 1. القيمة اللي عندي دي أقدر أخليها bracket to the power of 2، يبقى بالفعل أنا هعمل كده، هخليها k زائد 1 الباور 2. اقدر اشيل الاتنين دي مع الكي زائد واحد اللي تحت، وتصبح العلاقة بتاعتي كي زائد واحد مقسوم على كي زائد اتنين اللي هي بتساوي الرايت هاند سايد.
طالما الليفت هاند سايد عند الكي زائد واحد انضب انه بيساوي الرايت هاند سايد، يبقى اذا العلاقة كوريكت فور اول ان. لاحظ اهم شيء ان انا عملت الخطوة عند ان بيساوي واحد، شفت الليفت بيساوي الرايت، فرضت ان العلاقة صح عند ان بيساوي كي، الخطوة دي موجودة ورا، رحت جاي شايل كل ان وحطيت كي زائد واحد. احنا فاهمين ان عشان اوصل للترم رقم كي زائد واحد انا عديت بالترم رقم كي، لذلك استبدلت المجموعه دي كلها، اشوف استبدلت ده كله بالقيمه اللي هي المجموع، انا موافق على كده، فروحت جاي شايل القيمه دي وحطيت مكانها كي على كي زائد واحد زي ما حضراتكم شايفين. بعدين رحت ضارب في كي زائد اتنين على كي زائد اتنين عشان اوحد مقام او باي طريقة كانت، المهم ان جبت المقام المشترك كي زائد واحد وكي زائد اتنين. النومينيتور حاولت ان انا اختصره شوية، عملت له فاكتورايزنج، اصبح زي ما حضراتكم شايفين براكت تو ذا باور اوف 2، اقدر اشيل الكي زائد واحد مع كي زائد واحد، يبقى الريميننج هيساوي الرايت هاند سايد. اتس دن. لاحظ ان كل الاكزامبلز اللي احنا خدناها قبل كده اتس اكزاكتلي ذا سيم، نفس الستبس نفس الخطوات، مفيش اي مشكله واتس ايفر. تعال حضرتك كمل معايا كده. تاني باكد ان انا عندي ثلاث افكار، انا شفت الفكره الاولانيه في المحاضره اللي فاتت ورجعنا عليها النهارده، انا دلوقتي عايز اتكلم على الفكره رقم اتنين وهو اثبات قيمه محدده تقبل التقسيم على رقم محدد. يعني الفكرة دي أنا هناقش فيها، عندي مقدار جبري عايز أثبت إنه بيقبل التقسيم على فاليو ثابتة for all n. إزاي هعمل اللعبة دي؟ عملية سهلة قوي قوي قوي، وخطواتها برضو ثابتة ولا تتغير، وده الهدف الأساسي من الإثبات الرياضي، إن أنا بمشي steps fixed مفيش فيها تغيير واصل إلى النتيجة اللي أنا عايزها. تابعوني كده لو سمحتوا. انا دلوقتي بقول في الاكزامبل 2.7 بيقول prove that for all natural numbers n اللي هو بيساوي n cube زائد 2n is divisible by 3. انا عايز اثبت ان n cube زائد n power 3 plus 2n is divisible by 3. عشان هقدر اعمل الassertion ده لازم همشي نفس الستبس. يبقى الستب الاولانية هجرب عند n بيساوي 1، يا ترى الرقم اللي هيخرج هيقبل يتقسم على 3. بعدين هفترض صحة العلاقة، هتشوف ازاي هفترض صحة العلاقة. بعدين اعوض من الخطوة رقم 2 في الخطوة الاخيرة اللي هي لما بشيل كل انه بحط كي زائد 1، نفس الستبس نفس المنطق، وهو ده قوة الماثماتيكال اندكشن، انت واخده عشان كده انه ستبس ثابت. كمل معايا من فضلك. اهو ستب رقم 1 هو ده اللي انا عايز اثبته، ان تكعيب ذات 2 is divisible by 3. الخطوة اللي بعديها البيس كيس، شيل كل n وحط 1، يبقى دي هتبقى 1 باور 3 بلس 2 تايمز 1، اهي 1 اس 3 زائد 2 في 1 هيبقى 1 زائد 2 اللي هو بيساوي 3. ال 3 is divisible by 3. اوكي صح، يعني كان ممكن الخطوة دي اجي احسبها الاقي ده بتسعة، الاقي دوت مثلا باتنين لا يقبل التقسيم على 3، لكن لا، انا لما جيت اعوض لقيته فعلا يقبل التقسيم على 3. هكمل اهو، هخش على الستيب اللي هي assuming ان العلاقة بتاعتي correct عند n بيساوي k. عايز اقول له انه correct وبيقبل التقسيم على 3، اكتبها له ازاي الماثماتكس؟ بكل بساطة هشيل كل n وحط مكانها k، فيبقى k تكعيب زائد 2k. انا هفترض انه بيساوي 3 times l، ما هو اي حاجة عشان تقبل التقسيم على 3 لازم تكون التلاتة دي فاكتور من الفاكتورز بتاعت القيمة دي، يعني لازم تبقى 3 مضروبة في شيء ما. يبقى انا بكل بساطة شلت ال n وحطيت k، فاصبح عندي k تكعيب زائد 2k، والكلام ده على بعضه بيساوي 3l. يعني انا فرضت ان كده العلاقة مظبوطة، انا فرضت ان القيمة دي بتساوي 3 في حاجة، طالما 3 في حاجة يبقى بتتقسم على 3. الستيب اللي بعديها هبدأ اشيل كل n واحط k زائد 1، فيبقى الشكل k زائد 1 باور 3 زائد 2 في k زائد 1، هو ده بقى اللي انا عايز اثبته انه is divisible by 3. الفكرة هعيدها تاني، الفكرة لازم اعوض من الستيب رقم 3 هنا، لازم اشيل حاجة من هنا اعوض بيها هنا، ده اللي احنا هنشوفه في السلايد الجاي.
تابعوني قوي من فضلكم. اهو احنا فرضين ان الكي تكعيب زائد 2 كي بيساوي 3 ال. الكلام ده كوركت، يبقى انا عايز اثبت عند ان بيساوي كي زائد 1، وده انا قلته في المرحلة اللي فاتت. هبدأ اعمل ايه؟ ايه اللي في ايدي؟ ما انا لازم اعوض من خطوة رقم 3 في البتاع دي، يبقى اذا المعادلة ده هي لازم افكها. يبقى اذا هفكها ازاي؟ الامر بسيط جدا، هبدأ افك او اشوف اذا كان في امكانية ان انا اخد common factor او حاجة. انا شايف ان انا هنا عندي كي زائد واحد وكي زائد واحد، طبعا الخطوات اللي انا عاملها مش شرط انك تلتزم بيها بالظبط، بس يعني انا بشوف الطريق الاسهل بمشي فيه بالنسبة لي. فهاخد كي زائد واحد كومن، لما اخد كي زائد واحد كومن هيفضل عندي كي زائد واحد سكوير، ودي هيفضل منها اتنين. الستيب اللي بعديها هبدأ افك الجزء ده، يبقى الفيرست سكوير كي سكوير، فيرست سكند تايمز 2 يبقى ب 2 كي، الاخير سكوير هيبقى ب 1 بلس 2 يبقى اذا بقى 3. هضرب البراكت ده في كي زائد 1. ازاي هعمل ده؟ هاخد الكي اضربها في الريليشن دي كلها، يبقى مره الكي تنضرب في كي سكوير، ومره الكي تنضرب في 2 كي، ومره الكي تنضرب في 3، بعدين زائد هروح ضرب 1 في كي تربيع زائد 1 في 2 كي زائد 1 في 3، يبقى ده الشكل بتاعي. يبقى اذا هيبقى عندي كي تكعيب زائد 3 كي تربيع زائد 5 كي زائد 3 بعد ما اجمع الترمات المختلفة على بعضها. بص كويس، فوق فوق عنده بيقول كي تكعيب زائد 2 كي بتساوي 3 ال. يا اما اجيب كي تكعيب من هنا اللي هي عبارة عن 3 ال ناقص 2 كي، يا اما احاول اخلي ال 5 كي دي تبقى 3 كي و2 كي عشان اعرف اعوض. يبقى اذا ادي اهي الفورمه تاني، ده الشكل اللي انا وصلت له. الستيب اللي بعديها بدل ما هي 5 كي هقسمها، هخليها 2 كي واخليها 3 كي. اشمعنى عملت كده؟ عشان كل تفكيري ان انا عايز اعوض من الخطوه دي تحت. خلي بالكو كل اللي انا عملته، بدل ما انا عندي 5 كي خليتها 3 كي وخليتها 2 كي. كده اقدر اشيل كي تكعيب زائد 2 كي، كي تكعيب زائد 2 بس من الخمسه، واحط مكانهم 3L. لو انا عملت كده هلاحظ ان انا عندي 3L زائد 3 كي سكوير زائد 3 كي زائد 3. مش ملاحظ حاجة؟ مش ملاحظ حاجة كده؟ ده الترم ده فيه 3 والترم ده فيه 3 والترم ده فيه 3 والترم فيه 3، يعني اقدر اخد التلاتة مشترك. طالما خدت التلاتة عامل مشترك واصبحت التلاتة مضروبة في شيئا ما، يبقى اذا بالتأكيد الفاليو عند كي زائد واحد ديفيزابل باي 3. تاني، ما انا بدأت عندي قيمتين، القيمتين دول عايز اوضح انهم يقبلوا التقسيم على 3. ازاي اخليهم يقبلوا التقسيم على 3؟ لازم يساوم 3 في حاجة. هو ده اللي انا عملته، مسكت المسألة عند بعد ما شلت كل انه حطيت كي زائد واحد، عملت بعض ماثماتيكال مانيبيوليشن، حاولت ان انا افكها، خليتها بالشكل ده. في دماغي كل تفكيري منصب في حاجة، ان لازم الخطوة اللي فوق اعوض بيها هنا، فلازم اشوف حاجة اعوض بيها. خلاص انا هحاول الاقي كي تكعيب زائد 2 كي عشان اشيلهم واحط 3 ال. بالفعل ده اللي انا عملته، فكيت ال 5 كي ل 3 كي و2 كي، خدت الكي تكعيب زائد 2 كي على بعض وحطيت مكانهم 3 ال، وده الريميننج بتاع المعادلة بتاعتي. اقدر بقى اسحب ال 3 عامل مشترك ويفضل عندي ال زائد كي تربيع زائد 3 كي زائد 3، كلهم مشترك فيهم 3. طالما اثبتت انه 3 مضروبة في حاجة، يبقى بالفعل القيمة بتاعتك قابلة للتقسيم على 3 for all natural numbers. ناخد كمان مسألة نأكد بيها على نفس الفكرة اللي احنا قلناها. موضوع سهل قوي 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 يا جماعة، معايا؟ خليكم معايا. الاكزامبل 2.8 بيقول ايه؟ بيقول show that for all natural numbers ان 5 اس ان ناقص 3 اس ان could be divisible by 2 قبل انها تتقسم على 3 على 2. المسألة اللي فاتت كنت عايز اوري انها بتتقسم على 3، المسألة دي عايز اوري انها ممكن انها تتقسم بسهولة جدا على مين؟ على 2. العملية غاية في السهولة. طيب اعمل ايه؟ كل اللي انا هقوم بيه في الوقت الراهن هروح جاي اهو، بصوا تابعوني قوي، هبدأ اشيل كل ان واحط واحد، يبقى انا we will replace every n by 1. يوم ده يديلك 5 باور 1
ناقص 3 باور 1، الكلام ده بيساوي 2. طبعا 5 اس 1 معناه شلت كل انه حطيت 1، اوعى تنسى، يعني دي معناها 5 ناقص 3 بقت ب 2. فعلا ال 2 is divisible by 2، 2 is divisible by 2، 2 على 2 بيساوي 1. يبقى اذا العلاقة صح وكمل. هخش على الستيب اللي بعدها، عايز اقول له انها تقبل التقسيم على 2. اقولها له ازاي؟ هروح اشيل كل ان واحط مكانها كي، واقول الكلام ده بيساوي 2 في حاجة، مش مشكلة الحاجة دي، المهم انها 2 في حاجة. كده انا كده انا متأكد، ما هو لو 5 اس كي ناقص 3 اس كي ساوت 2 مضروبة في اي شيء، يبقى هي بتقبل التقسيم على 2، ده معناها انها كوركت. هروح بقى اشيل كل ان واحط كي زائد 1، او اشيل كل كي واحط كي زائد 1. انا بفضل اشتغل دايما مع الاوريجينال بروبلم عشان جاست ان كيس ان انا عملت اي مستيك. هشيل كل ان واحط كي زائد 1، يبقى الشكل بتاعي بقى 5 تو ذا باور اوف كي بلس 1 ماينس 3 تو ذا باور اوف كي زائد 1. عايز اتحرك، ما هو دي لازم يتعوض بيها هنا، دي يتعوض بيها هنا، لو دي ما تعوضش بيها هنا حضرتك مش هتعرف تكمل، ويبقى الخطوات بتاعتك مش مظبوطه. يبقى اذا الستيب اللي بعدها let's do some manipulation. ما هو انا عارف ان 5 اس كي زائد 1 هي عباره عن 5 تايمز 5 باور كي اهي، و exactly the same minus 3 to the power of k plus 1 هي minus 3 times 3 power k. ايوه، انا لو عندي 2 اس 5 مثلا هتبقى كانها 2 times 2 اس 4، لو عندي 2 أس 3 أكنها 2 مضروبة في 2 أس 2. العملية سهلة جدا جدا جدا. هخش على الستيب اللي بعدها إن شاء الله، تابعني قوي من فضلك. أهو دلوقتي عايزين to prove that إن عند n بيساوي k زائد 1، دي الخطوة اللي احنا شفناها ورا، وأنا وصلت معاك كاتبها لك تاني علشان تقدر تكمل معايا في السلايد ده حبل افكارك ما يتقطعش. يعني من الخطوه اللي قبليها اهو انا وصلت لغايه هنا الليفت هاند سايد، 5 في 5 اس كي ناقص 3 في 3 اس كي، لازم اعمل سبستيتيوشن. خلي بالك انا كنت قايل من شويه ان 5 اس كي ناقص 3 اس كي بيساوي 2 ال، ده ستيب رقم 3. جبت ال 5 كي في طرف ليه؟ عشان اقدر افكها بسهوله او اعوض بسهوله. هروح اعمل ريبليسمنت، اشيل الخمسة باور كي واحط مكانها القيم اللي حضراتكم شايفينها اهي. يبقى اذا اصبحت 5 تايمز افتح براكت 2l بلس 3 باور كي ماينس 3 تايمز 3 باور كي. الستيب اللي بعديها سلط الخمسه دي على الارقام اللي مكتوبه، يوم الخمسه مره تنضرب في 2 باور في 2l، والخمسه مره تنضرب في 3 اس كي. لو انا عملت كده يبقى انا عندي 5 times 2 times L، بعدين عندي 5 times 3 power K minus 3 times 3 power K. لو انت ملاحظ 3 power K هنا ثابته، يبقى اكني بقول 5 هشيل منها 3. لو انا قلت 5 ناقص 3 هيفضل 2 اس 3 K. لو انت ملاحظ كويس الترم ده فيه 2 والترم ده فيه 2، اقدر اخد الاتنين دي كومن. لو انا خدت الاثنين من هنا كومن هيفضل 5 تايمز ال، ولو خدت الاثنين هنا كومن هيفضل 3 كي. يبقى اثبتت انها 2 مضروبه في شيء ما، يبقى فعلا ديفيزبل باي 2، ويبقى الاجابه بتاعتي صح زي المساله اللي فاتت. لو انتوا واخدين بالكم يا باشمهندسين كويس قوي، هتلاحظ ان الفكره الاولى ان بيساوي 1، ان بيساوي كي مظبوطه، شيل كل ان وحط كي زائد 1، هشيل الترمات لغاية رقم كي ارميها في الشارع واحط المجموع بتاعها من الخطوة رقم 3، واحاول اعمل شوية توحيد مقام شوية اختصار الاقي بيساوي الرايت هاند سايد والمسألة بتاعتي صح. الفكرة رقم 2 اللي احنا شفنا عليها مسألتين دلوقتي، ببساطة شديدة جدا ازاي اقول رياضيا ان قيمة ما تقبل التقسيم على شيئا ما انها تساوي الرقم مضروب في حاجة. فزي ما انا شفت المثال ده رحت معوض في القيمة اللي هو مديها لي، ورحت قايل ان الكلام ده بيساوي، انت عايز تقسم على كام؟ على 2، يبقى 2 في ال. عايز تقسم على كام؟ 19، يبقى 19 في ال. الخطوة اللي بعديها شلت كل ان وحطيت كي زائد 1. احكم تفكيرك ازاي اعوض من الخطوة بتاعة الكي في الخطوة بتاعة الكي زائد 1. هيظهر لك الرقم
اللي انت ينفع انك اللي هو عايز تقسم عليه تاخده عامل مشترك، يبقى اذا المسألة بتاعتك انتهت ومظبوطة تماما، مفيش اي مشكلة whatsoever. معايا يا اساتذة؟ تابعني من فضلك. الفكرة الثالثة والاخيرة، ودي من هي اثبات عملية تفاضل او تكامل، او اثبات nth term لمعادلة ما. الفكرة الثالثة دي هي سابقة لوقتها بالنسبة لك دلوقتي، لأن لازم تكون خدت في التفاضل الـ nth derivative، وفي التكامل الـ nth integration أو الـ general form for integrating something. بس أنا هكلمك فيها دلوقتي، لأن أنت وقت ما تاخد ده هنكون إحنا مش هنقدر نرجع لك تاني في الماثماتيكال اندكشن، فحاول تتابعني وأنا همشي بالراحة أوي أوي أوي. الفكرة دي مش مطلوبة في الوقت الراهن، لأنك انت لسه ما خدتش التفاضل بتاعها، او ما خدتش الباك جراوند الكافي في الجزء بتاع الكالكولاس، لكن ان شاء الله لما تاخده هتلاقي الجزء ده it makes sense ويونيفورم وهكذا. انا برضو بناقش الثلاث خطوات الأساسية بتوع الإثبات الرياضي، ان ان بيساوي واحد صح ولا غلط، ان بيساوي كي بفترض صحة العلاقة، بحاول أثبت عند ان بيساوي كي زائد واحد. تباني واحدة واحدة. انا دلوقتي عايز اثبت ايه؟ عايز اثبت ان التفاضل في حاجه اسمها derivative، حركه تاخدها باستفاضه ان شاء الله في الجزء بتاع الكالكولس. عايز اثبت ان دي ان باي دي اكس باور ان، يعني التفاضل ال nth derivative ل e اس a x للاكسبوننشال فانكشن ده اهي، وبالتالي انك ممكن تكون خدت دلوقتي اكسبوننشال فانكشن، ده هيساوي a باور n تايمز e تو ذا باور اوف a x. عايز اثبت ده. تاني عايز اثبت ان التفاضل اللي هو ال nth derivative ل e تو ذا باور اوف a x بيساوي a اس n تايمز e باور a x. هثبت الكلام ده ازاي؟ عملية سهلة قوي. هروح داخل اول حاجة اشيل كل ان واحط واحد، يبقى انا عايز اثبت ان التفاضل بتاع اي اس اي اكس بيساوي الفاليو اللي هتطلع لي اهي. يبقى انا عايز اثبت ان التفاضل بتاع اي اس اي اكس بيساوي القيمة اللي هي هتطلع. طبعا تفاضل الاي اس اي اكس لما هتدرس تفاضل بيساوي الدالة نفسها في تفاضل الاس بتاعها، يعني فعلا التفاضل بتاعها هيساوي اي اس اي اكس تايمز الديريفاتيف بتاع اي في اكس اللي هو بيطلع بايه. الفاليو اللي قدامك دي واضح انها بتساوي الرايت هاند سايد لو شلت الان وحطيت واحد، يبقى فعلا هو ايكوال للرايت هاند سايد، بالتالي اقدر اكمل. لما هتاخد التفاضل الحركه دي هتبقى سهله قوي بالنسبه لك. يبقى لو انا عندي داله اكسبوننشال التفاضل بتاعها بسيط جدا، الداله نفسها تفاضل اسها، وده اللي انا عملته، الداله نفسها تفاضل اسها اللي هو بايه. الستيب اللي بعديها على طول هروح افترض صحة العلاقة عند ال n بيساوي k، هشيل ال n ده ايه واحط k هات، فيبقى دي اصبحت d باور k مقسومة على d x باور k لل e اس a x. طيب هفترض ان ده بيساوي a اس k في e اس a x. اوكي افترضت صحة العلاقة، نفس الاسلوب اللي فات بالظبط، تابعني قوي ارجوك. ادي العلاقة بتاعتي اللي هو الانس اللي انا عايز اثبتها. خلاص انا هنا عوضت الخطوه اللي هي بقول ان ال n بيساوي k مقسوم انها كوركت. هبدا بقى الخطوه اللي بعدها هشيل كل n واحط k زائد واحد، يعني كل n في دول هتتشال وتحط k زائد واحد. يبقى احنا عايزين نثبت ان التفاضل رقم k زائد واحد للداله e اس a x هيطلع a اس k زائد واحد في e اس a x. الفكره في الفكرة الثالثة بتعتمد على ان التفاضل، او في التفاضل عموما يعني، ان التفاضل الثالث هو التفاضل بتاع التفاضل الثاني. نقولها تاني، التفاضل الخامس هو التفاضل بتاع التفاضل الرابع. دي الفكرة. الفكرة دي انت هتفهمها في التفاضل باستفاضة، بس لسه يمكن كمان 3 4 اسابيع ولا حاجة. تاني اهي، يبقى اذا انا عندي دي كي زائد واحد على دي اكس بار كي زائد واحد، انا عارف ان ده بيساوي التفاضل بتاع مين؟ بتاع التفاضل رقم كي. ده قانون في التفاضل، الواي تلاتة داش هي التفاضل بتاع الواي دبل داش زي ما هتدرس. طيب في الوضع اللي قدامي ده العملية سهلة خالص،
هروح اخلع دول ارميهم في الشارع واحط مكانهم اي اس كي في اي اس اي اكس. ما هو ده يحق ليا لاني فرض ان صحة العلاقة هنا، بالفعل هعمل كده. يبقى ده عبارة عن دي على دي اكس، هشيل الجزء ده واحط مكانه اي اس كي تايمز اي اس اي في اكس. الستيب اللي بعدها، انا دلوقتي عايز افاضل الاي اس اي اكس بالنسبة لاكس، لان لما هفاضل ده اهي هبدأ اشوف الستيب اللي بعدها. تاني بأكد ان تفاضل الدالة الاسية، الدالة نفسها تفاضل اسها. يبقى اذا لما هاجي افاضل هتنزل a اس a x تايمز a، اهي e اس a x تايمز a. ال a اس k كونستانت فبينزل زي ما هو بالظبط. الستيب اللي بعديها انا عندي a في a اس k اللي هي بتساوي a اس k زائد واحد في e اس a x. الجزء ده بيساوي الرايت هاند سايد، يبقى احنا كوركت فور اول ان، العمليه بيرفكت فعلا، الجنرال فورم مظبوطه. معلش يا باشمهندسين، انا عارف ان دي ممكن يبقى صعبها فهمها صعب شويه لانها سابقه لوقتها بالنسبه لك، ما انت لسه ما خدتش التفاضل. انا اللي حالا بقول لك ان تفاضل اي اس اي اكس هو عباره عن اي في اي اس اي اكس، انت لسه ما درستوش، لكن وقت ما تدرسه هتلاقي الستبس ستريت فورورد. يبقى الهدف من السلايد او المساله دي اني ااكد على الستبس بتاعت الماثماتيكال اندكشن. جربت عند ان بيساوي واحد، فضلت المساله مره، فرضت صحة العلاقة عند ان بيساوي كي، شلت كل ان وحطيت كي. الفكرة بتاعت الحل في المسائل دي ان التفاضل الخامس هو تفاضل التفاضل الرابع، التفاضل السابع هو تفاضل التفاضل السادس، وهكذا. خليك معايا. نفس الفكرة بالظبط في الاكزامبل رقم 10، انا عايز اثبت ان ال nth derivative بتاع كوزاين ax بيساوي a اس n مضروبة في كوزاين بتاع ax زائد n باي divided by 2. عايز اثبت الشكل ده. هنا كمان في معلومتين كويسين في التفاضل هيظهروا معاك في الجزء بتاع الكالكولاس، يعني تابعني ولا اي حاجة. الخطوات ثابتة، ده اللي انا عايز اثبته. يبقى انا هحط عند n بيساوي واحد. لو جيت احط عند ان بيساوي واحد يبقى انا عايز اجيب التفاضل الاول بتاع كوزاين اي اكس. في التفاضل لما هتدرسه، تفاضل الكوزاين والزاوية باي اكس بيبقى ماينس ساين اي اكس تايمز اي. ده التفاضل اللي انت تدرسه، قانون انت تعمله لوحدك في التفاضل ده. لما يجي لي كوزاين اي اكس التفاضل بتاعها دايركت هيساوي ماينس الاي في ساين اي اكس. طيب الستيب اللي بعدها عايز اوضح الجانب الاخر. يبقى انا ببساطة هشيل كل ان واحط واحد. لو انا عملت كده، خلي بالك، او يعني حتى قبل ما اكمل، في معلومة في التفاضل دي مهمة. بتالي دلوقتي مش عارف اذا كنتوا انتوا خدتوا الترجنوميتك فانكشنز ولا لسه في التفاضل، خدتوا دوال مثلثية ولا لسه. لمعلوماتك بالنسبة للتفاضل، يعني دي معلومة في التفاضل مش بتاعت جبر، ان ماينس ساين بيساوي الكوزاين كل 90 درجة. يعني لو عندي ماينس ساين انجل بيساوي كوزاين نفس الانجل زائد 90 درجة. يبقى اذا بدل ما انا عندي ماينس اي ساين اي اكس، انا عدلت الشكل انه يبقى اي في كوزاين اي اكس زائد باي على 2. طبعا لو انت واخد بالك انا عملت كده لسبب، لان الرايت هاند سايد لو انا شلت الان وحطيت واحد هيبقى بيساوي الرايت هاند سايد زي ما حضرتك شايف. يبقى اذا العلاقه بتاعتي كوركت عند ان بيساوي واحد. نعيد تاني، انا عندي كوزاين اي اكس لما بفضله بيديني، لما هتدرسه يعني هتلاحظ ان تفاضل الكوزاين هو عباره عن ماينس ساين اي اكس تايمز اي. انا كمان عندي معلومه ان داله الكوزاين بتساوي ماينس داله الساين كل 90 درجه. يبقى اذا رحت شايل ماينس ساين وحطيت الكوزاين بتاعي زي ما حضراتكم شايفين. الستيب اللي بعدها، هفترض صحة العلاقة عند كي. يبقى إذن التفاضل رقم كي بتاع كوزين AX هو عبارة عن A أس كي مضروب في كوزين الـ AX زائد كي في باي على 2. الستيب اللي بعدها، أنا فرض صحة العلاقة، يبقى إذن هشيل كل كي وحط كي زائد 1 أهو. يبقى أنا بدل ما أنا بجيب التفاضل كيث derivative بجيب التفاضل رقم كي زائد 1 لكوزين. المفترض يطلع بيساوي اي اس كي زائد واحد في الكوزين بتاع الاي اكس مضروب في كي زائد واحد باي على 2. الفكرة كلها
ان التفاضل رقم كي، انا هبدأ بالليفت هاند سايد، ان التفاضل رقم كي زائد واحد هو التفاضل بتاع التفاضل رقم كي. اهي تفاضل رقم كي زائد واحد هو تفاضل التفاضل رقم كي. طالما انت كتبت التفاضل رقم كي زي المسألة اللي فاتت، يبقى استطيع ان انا احط ده مكانه. بالفعل حطيت ده مكانه. لما هاجي افاضل، لاحظ ان الجزء ده كونستانت والحتة دي كونستانت، الجزء اللي بيتفاضل بس الكوزاين والاي اكس. يوم لما اجي افاضل هيبقى زي الاولانيه بالظبط، هيطلع سالب اي ساين اي اكس كي باي على 2، بنفس المعلومه اللي انا قلتها قبل كده ان ماينس الساين بيساوي الكوزاين كل 90 درجه. يبقى انا اقدر اشيل الماينس والساين واعتبرها داله كوزاين، بس لازم ازود 90. لما ازود 90 وانا عندي كي في باي على 2، اكنها كي زائد 1 في باي على 2، بتساوي الرايت هاند سايد، والاثبات بتاعي تمام مليون في الميه. تاني كمان مرة بيقول لك اثبت لي ان التفاضل رقم ان بتاع لين واحد زائد كي بيساوي سالب واحد اس ان ناقص واحد في ان ناقص واحد فاكتوريال مقسوم على واحد زائد اكس اس ان. ال ان ناقص واحد فاكتوريال دي، الفاكتوريال لما اقول فاكتوريال 5 يعني 5 تايمز 4 تايمز 3 تايمز 2 تايمز 1، ده معنى كلمة فاكتوريال. لما اقول فاكتوريال 3 يعني 3 تايمز 2 تايمز 1 يطلع ب6. لو لمعلوماتك بالنسبه للفاكتوريال، الفاكتوريال ما ينفعش الفاليو بتاعته تبقى نيجاتيف، القيمه دي ما ينفعش تبقى نيجاتيف. وكمان معلومه ان ده لو بزيرو فاكتوريال الزيرو بواحد. شوف بقى هبدا اشتغل اهو. الستيب الاولانيه شيل كل ان وحط واحد. يبقى انا دلوقتي بعمل البيز كيس، هشيل كل ان وحط واحد. يبقى ده عبارة عن دي باي دي اكس بتاع لن واحد زائد اكس. الستيب اللي بعديها هبدأ اشيل كل ان وحط واحد، يبقى واحد ناقص واحد على واحد زائد اكس. الواحد ناقص واحد دول بزيرو، فاكتوريال الزيرو بون مقسوم على واحد زائد اكس اللي هو بيساوي الرايت هاند سايد. يبقى اذا بيرفكت، يبقى اذا انا كل اللي عملته شلت ان وحطيت واحد، هيبقى ده تفاضل لن واحد زائد اكس اللي هي واحد على واحد زائد اكس، منتهي. ده في التفاضل هتدرسه، نوع الدالة اللوغاريتمية. الطرف الثاني لو انا جيت اعوض هلاقيه فعلا بيساوي واحد على واحد زائد اكس، لان سالب واحد اس واحد ناقص واحد يعني سالب واحد اس صفر بوزيتيف، وواحد ناقص واحد بزيرو فاكتوريال الزيرو بواحد، ودي واحد زائد اكس اس واحد يعني فعلا بيساوي بعضه. الخطوة اللي بعديها هفترض صحة العلاقة عند الكي زي ما عملت قبل كده، تيبيكال مفيش تغيير مفيش تفكير. يبقى اذا دي كي لن واحد زائد اكس هتساوي ماينس 1 تو ذا باور اوف كي ناقص واحد، اللي هي بتساوي كي ناقص واحد فاكتوريال مقسوم على واحد زائد اكس الكل اس كي. طبعا العلاقه بتاعتي از كوريكت، انا فارض كده. ستيب اللي بعدها اهي، انا برضو فارض عند كي بان بيساوي كي، هبدا اشيل كل ان واحط كي زائد واحد. لما اشيل كل ان واحط كي زائد واحد هتبقى ده التفاضل بتاع كي زائد واحد على دي اكس كي زائد واحد، اهي مضروبة في لين واحد زائد اكس بتساوي، هشيل كل كي واحط كي زائد واحد، يبقى سالب واحد اس كي ماينس وان بلس وان. اهي الجزء اللي جنبها هشيل الكي واحط كي زائد واحد، يبقى كي زائد واحد ناقص واحد اللي هي فاكتوريا للكي، والان هشيلها او الكي اشيلها واحط كي زائد واحد، يبقى واحد زائد اكس اس كي زائد واحد. انا عايز اثبت ان ده هو ده. هبدأ بالليفت هاند سايد وبالمعلومة بتاعتي ان التفاضل رقم كي زائد واحد هو التفاضل بتاع التفاضل رقم كي. طالما انا عملت كده اقدر اشيل الشله دي كلها ارميها في الشارع واحط مكانها القيمه بتاعتها اللي فوق ده. بالفعل عملت كده. يبقى انا عايز افاضل ده. لاحظ ان كي ناقص واحد ده كونستانت وان ده كونستانت، والكلام ده مضروب في واحد زائد اكس اس سالب كي في التفاضل، هتفهم ده. لما باجي افاضل الاس ينزل واطرح من الاس واحد، يبقى اذا دي معناها هتبقى سالب كي، لان هنا كي سالب كي. لما اجي فاضل يبقى سالب كي تنزل واطرح من الاس واحد، يبقى سالب كي ناقص واحد اللي هي واحد على واحد زائد اكس مضروبه في واحد على واحد زائد اكس. الستيب اللي بعديها بقت بالشكل ده. طبعا سالب واحد اس كي ناقص واحد مضروبه في سالب في اشاره سالب، يبقى السالب مع السالب مع سالب واحد، يبقى بقى خليها سالب واحد اس كي. الكي هتنضرب في كي ناقص واحد، كي في كي ناقص واحد فاكتوريال. من خواص الفاكتوريال ان الفاكتوريال بتاع رقم 5 هو 5 في 4 في 3 في 2 في 1، يعني الفاكتوريال بتاع 5 هو عبارة عن 5 في فاكتوريال 4.
هو ده اللي انا عملته دلوقتي. يبقى الستيب اللي بعديها دي هتتشال ويتحط مكانها فاكتوريال كي مقسومة على 1 زائد اكس اس كي زائد 1 ومضروب في سالب 1 اس كي، بيساوي الرايت هاند سايد. يبقى العلاقة بتاعتك كوريكت، مظبوط 100%. بصوا يا جماعة، تاني الملخص وببساطة شديدة هقوله في السلايد اللي جاية. انا دخلت على الاكسرسايز رقم 2، لاحظ بكل بساطة العملية سهلة جدا. الجزء بتاع الماثيماتيكال اندكشن 3 افكار. الفكرة الاولانية اثبات صحة العلاقة، بعملها على 3 خطوات. اجرب عند ان بيساوي 1 ليفت هاند بيساوي رايت هاند ولا لا، بعدين افترض ان العلاقة مظبوطة عند ال n بيساوي k، فعلا ليفت هاند سايد بيساوي رايت هاند سايد. اذا ده حصل احنا كده 100 100. الخطوة اللي بعديها احاول اثبت ان العلاقة بتاعتي صح عند ال n بتساوي ال k زائد 1. المفتاح الخطوة اللي هي فيها n بيساوي k لازم يتعوض بيها في n بيساوي k زائد 1. دي الفكرة الاولانية. الفكرة التانية، لما بحاول اثبت ان مقدار جبري يقبل التقسيم على قيمة معينة، لازم اقول ان المقدار الجبري ده بيساوي القيمة دي تايمز حاجة. يعني لو عندي حاجة عايز اقسمها على 90 ال على ام سوري قابلة للتقسيم على 7، يبقى هقول ان الفاليو دي بتساوي 7 تايمز ال. ده في الخطوة اللي هي بتاعت ان بيساوي كي، بعدين اعوض بيها في الخطوة اللي بعدها زي ما احنا شفنا. بالنسبة للتفاضل، مسائل التفاضل قائمة على فكرة بسيطة، ان التفاضل العاشر هو التفاضل بتاع التفاضل التاسع، فيبقى التفاضل رقم كي زائد 1 هو التفاضل بتاع الترم رقم الدالة اللي اتفضلت كي من المرات. طيب ما هي دي الخطوة اللي هي قبليها اللي انا فرض انها صح، هشيل وعوض، المسألة خلصت. اتمنى انك تكون شايف الامور سهلة زي ما انا شايفها سهلة. طبعا ده الاكسرسايز اللي موجود في الكتاب، حضرتك هتحله، وده هتحله مع الباشمهندسين، وده فور يور ريكورد، تحاول انك تحله وتشتغل عليه. طبعا لازلنا عندك مجموعة كبيرة جدا من المسائل. بيقول لك وريني ان 3 اس 2 ان زائد 7 ديفيزبل باي 8، يعني ده معناه لما تيجي في الخطوة بتاعت ان بيساوي كي هتفترض ان الفاليو دي 3 اس 2 كي زائد 7 بيساوي 8 ال. ماشي، انا متشكر جدا جدا وسعدت ان انا موجود معاكم، ويا رب تكونوا استفدتوا واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل لائق وبشكل جيد. متشكر جدا جدا يا باشمهندسين، ويا رب يا رب ربنا يوفقكم. ان شاء الله الاسبوع القادم هنبدا نشتغل على حاجه اسمها ثيوري اوف ايكويشن، وهو واحد من الشابترز المهمه جدا 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 في الشغل بتاعنا. تحياتي ليكم كلكم، وربنا يوفقكم جميعا. متشكر جدا.